مساء الخير على كل السادة المشاهدين، واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم خلاصة الكلام. زي ما عودناكم، خلاصة الكلام هو خلاصة الكلام في كل شيء، بس حلقتنا النهاردة حلقة دينية اجتماعية. حلقتنا النهاردة حلقة مهمة جدا، وهيكون معايا فيها ضيوف من اهل الدين ومن اهل المحاماة. بس خليني اقول في البداية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. احنا موضوع حلقتنا النهاردة هيكون موضوع أثار جدل كبير في المجتمع العربي، بل بالشرق الأوسط كله، لأن نسبة الطلاق بقت الناس واخداها، مش عايز أقول موضة، لا، واخداها بسهولة جدا وعادي جدا، إن حاجة زي دي هي حلال، بس ربنا يعني بيكرهها. خلينا نرحب بضيوف الأول في الاستديو، الأستاذ أيمن محفوظ. زي حضرتك؟ أهلا وسهلا فندم. منورني يا فندم. بنورك يا فندم. حضرتك المهنة محامي، صح كده؟ إن شاء الله. اتشرفت بيك يا أستاذ أيمن. الدكتور أحمد جمعة، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، منورني في الاستديو. ربنا يبارك في حضرتك. المقدمه انا تمام. تمام. ان الحاجه دي ربنا بيكرهها. اكيد اكيد. يعني ابغض الحلال عند الله الطلاق. مش شايف ان في نسبه كبيره جدا زادت في مجتمعنا هي نسبه الطلاق، وحاجه بقت يعني فيما لا يقل عن اكتر من 300 حاله او 400 حاله في, 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 في كل منطقه، في كل حي زادت نسبه الطلاق قوي. وهكذا برضو السؤال موجه لحضرتك استاذ ايمن، بما ان مهنتك هي المحاماه، واكيد بيجي لك اواضي من النوع دوت، اكيد زادت عندك نسبه اواضي الطلاق ورفع الخلع والاواضي الخاصه بالزوجين. يعني طبعا دي معلومه اكيده طبعا. خلينا نبتدي باستاذ احمد. اتفضل استاذ احمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعني بدايه ابدا بما قاله الحق جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مبينا يعني هذه المسألة قائلا له في مطلع سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. كذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. فقضية الطلاق هي قضية منتشرة وظاهرة متفشية في هذا المجتمع المصري على وجه الخصوص. تمام. هذه القضية، قضية الطلاق، إذا نظرنا في المجتمع الإسلامي أو المجتمع المصري بصفة خاصة، نجد أن هذه الحالة الطلاق تقع بصورة متعددة ومتكررة يكاد تكون يومية. تمام. والعامل في ذلك هو الشقاق والخلاف الذي يحدث بين الزوجين. تمام. إما من قبل الزوجة وإما من قبل الزوج. تمام. دعني أقول لحضرتك إن الفيصل في هذه المسألة أننا نجد أحد الزوجين إما أنه لا يسير على المنهج أو وفق المنهج الإسلامي زي ما الحق جل وعلا أمره والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمره. نجد أن الحق جل وعلا يبين والنبي صلى الله عليه وسلم يؤصل لنا أن لكل من الزوجين حقوق واجبات. تمام. خليني أقاطع حضرتك بس عشان أنا الموضوع عايز ألم منه أكبر جزء ممكن. فضل. السؤال هيكون: أنواع الطلاق بالنسبة لأهل الدين. الطلاق هناك طلاق صريح وطلاق كناية. تمام. معنى الطلاق الصريح هي الألفاظ الواضحة. أما الطلاق الكناية هو يكون كأن يقول الرجل لزوجته أو زوجه: ألحقي بأهلك. فهذه لفظة من ألفاظ طلاق الكناية. كل ما كان على شاكلة هذه اللفظة فهو بذلك يعد طلاق الكناية. الطلاق الصريح والطلاق الكناية. طلاق طب صريح وطلاق الشق صريح. القانوني يا استاذ ايمن محفوظ، يعني انواع الطلاق ايه؟ هو الطلاق بالنسبه للقانون ما هوش مختلف تماما عن الشرع. يعني هو الطلاق بينقسم لقسمين: قسم الطلاق الرجعي والطلاق الباين بينونه كبرى. يعني الطلاق الرجعي ان الزوج قد يطلق زوجته في وقت ما ويراجعها في فتره العده. والطلاق البائن بينونه كبرى اللي هو الطلاق بثلاثه، يقع ثلاثه ولا يجوز ان تحل له الزوجه الا اذا نكحت زوجا اخر.
الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة كبرى، هم دول انواع يعني الطلاق يعني من كلا الطرفين. انما احنا احنا الطلاق عايزين نأصله، احنا زي ما نقول للساده المشاهدين ان الطلاق هو بيد الرجل، واستثناء من هذا الامر يكون بيد القاضي او ولي الامر، فترفع الزوجه شكواها الى القاضي او ولي الامر ليها دعوى الطلاق اللي هي انتشرت كتير اول يومين دول. دي منتشره بزياده، بس خليني اسالك كده سؤال قانوني شويه. اتفضل يا فندم. بعض الازواج الزوجات خاصة يعني الزوجات بتقوم بترفع قضية بصفة ان القانون اللي صفها تمام، فدوت مهدور حق الراجل فيه، هي تقدر تحضن شقة، تقدر يعني بالاطفال تقدر تاخد منه الشقة، تقدر تاخد منه نفقة، تقدر تاخد منه حاجات كتير جدا، وهو ممكن ما يكونش اساسا هو اللي عايز يطلق، هي اللي طالبة كده. القانون واقف في صف المرأة في حاجة زي دي؟ هو القانون من حيث نصوصه هو في صف المرأة تماماً. أما من حيث تفعيل هذا القانون وتفعيل إجراءاته هو طبعاً في صف الرجل، لأن الرجل ممكن يجعل من الخصومة فيها من اللدد والمشقة على الزوجة إن هو يرهقها في إجراءات التقاضي. فإن القانون قانون الأسرة ده احنا نادينا كتير قوي، وقلنا إن قانون الأسرة ده الموجود حاليا لابد أن ينسف تماما ليأتي بقانون جديد، رغم إن بعض في محاولات في مجلس النواب لمشاريع قوانون لحل هذه يعني المشاكل. لو زوج ما عندهوش ضمير ممكن يقدر يأذي زوجته، وهكذا لو زوجة ما عندهاش ضمير برضو تقدر تأذي زوجها. أيوة طب أنا عايز أقول لحضرتك إيه الإفادة دلوقتي؟ ما فيش حل، ما فيش حد كده. الحل ان احنا ننسف هذا القانون الحالي اللي كل الناس بتطالب بنسفه، ونتفق على مشروع قانون من القانونيين ورجال الدين والسادة اعضاء مجلس النواب، السادة المحامين مجلس النواب فيه سادة محامين كثر يعني في هذا المجلس، وللأسف لم يتقدم الناس اللي هي خارج هذه المهنة وخارج هذا الإطار، زي النائب محمد فؤاد والاستاذ عاطف مخاليف، وكمان الازهر دنا بدلوه في هذا المجال وقدم مشروع قانون. احنا عايزين كل الامور، كل هذه الاطراف تتكاتف لنسج قانون يفيد الاسره والاسره عموما، وما يجرش على حق لا الزوج ولا الزوجه. تمام. فيعني دي مساله اذا كانت صعبه ولكنها هي سهله جدا لو سمعنا جميع اطراف المسألة، وخصوصا القانونيين المحتكين طبعًا بهذه طبعًا طبعًا الظاهرة. رأي حضرتك طبعا قيم جدا وكلام يتحط على الرأس، بس خلينا أخذ رأي الدين برضو أيضا في زوج ما عندوش ضمير. يعني مثلا ممكن يرمي اليمين على زوجته تمام، ويطلب بالتعايش معها كمان تمام. وفي أزواج بتاخد إن موضوع الطلاق دوت في إن ممكن يعني يحصل لهم أمر ميسر، يزيد ماله بعد الطلاق، أو يزيد رزقه بعد الطلاق، يكسب مال أكتر بعد الطلاق، فيقول لك بس دي كان وشها وحش عليا، ده دي دخلتها ما كانتش كويسة، دي نيتها يعني في كلام من دوت بيسهل لنفسه موضوع الطلاق. يعني أنا عايز أحكي لك مواقف كتير بس مش قادر أقولها بلغتي، مش عايز أقولها على الهوى يعني. نعم. فاهم قصدي؟ نعم. فأنا عايز رد حضرتك الدين رأيه إيه في الكلام دوت يعني. بص حضرتك، إذا كان الإنسان ينظر إلى هذه المسألة عبء الزوجة عليه أو عبء الأولاد والأبناء عليه، دعني أقول بصورة مجملة عبء العائلة عليه المادي، أنا أقول له في رسالة عاجلة، أنت لست الرازق، لأن قضية الرزق انتهى أمرها، وذلك أخذ الحق جل وعلا العهد على نفسه في هذه المسألة. فهذه المسألة ليست قضيتك، وهذا الذي يدور في خلجات عقلك إنما هو هاجس شيطاني لا علاقة له بمسألة الرزق، ملوش علاقة، لأن الحق جل وعلا قال في قرآنه ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ومن هذا المنطلق لما سمع ذلك أو هذه الآية الرجل الأعرابي ماذا قال؟ قال منزعجا ومرتفعا بصوته وبحرارة شديدة، قال من الذي أغضب الملك حتى جعله يقسم ويأخذ العهد على نفسه؟ خدت بال حضرتك؟ من الذي أغضب الملك؟ هذا الرجل الأعرابي فهم الآية وعلم أن الحق جل وعلا
يعني أقسم بأن قضية الرزق لا ترتبط أبدا إنما بالأشياء المادية، إنما الأشياء المادية هي مجرد أسباب. انظر وتأمل في سورة مريم حينما أمرها الحق جل وعلا أن تهز بجزع النخلة. خلي بال حضرتك، وهذه المرأة في مرحلة المخاض، أي مرحلة الولادة، يعني أضعف ما تكون المرأة في هذه المرحلة، فهي تحتاج إلى يعني من يعينها في كل أمورها، وليس في أمر دون أمر، بل في كل أمورها. ومع ذلك الحق جل وعلا يأمرها أن تهز، تأخذ بالسبب بس، لكن كان الحق جل وعلا قادرا ولا زال وسوف لا يزال، فهو المهيمن والقادر ونعم بالله أن يطعمها. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل في مسألة الصيام قال إنما في مواصلة الصيام قال إنما يطعمه ربي، كان الحق جل وعلا قادرا على أن يفعل هكذا، ولكن الحق جل وعلا أراد أن يبين لمن يأتي بعدها أننا لابد وأن نأخذ بالأسباب المادية حتى نصل بذلك إلى يعني هذا الرزق الذي أصبح الآن الناس تتخاوف منه بل على وجس منه. أنا عايز أقول حاجة، أنت حضرتك أثرت موضوع مهم جدا، والموضوع ده للأسف في اليومين دول عامل ترند كبير قوي، هو إن اللي بيطلق عشان بيقول وشها وحش. بالظبط. لا، ده احنا تعدينا هذه المرحلة بمراحل. ده في كمان مش بس الرزق، رزق المال ده رزق الأولاد. هناك رجل قتل زوجته حرقا لعدم إنجابها، كما لو إن هذا الإنجاب هو أحد أسباب الرزق أو هذا نوع من أنواع الرزق كأنه بيدها، فقتلها حرقا، يعني حرقها حتى الموت علشان ما بتخلفش. وأنا معلش يا مولانا، أنا برضو مش هلوم الزوج كل اللوم، أنا برضو في تقصير من الهيئة الدينية ومن رجال الدين ومن الدعوة. هنتكلم في دوت، بس خليني نستقبل أستاذ أيمن. الكلام اللي هو بيقوله دوت كنا احنا فعلا معلش يعني سلمى ناخد يعني. المكالمه التليفونيه ديت سلمى من القاهره. الو الو، معانا سلمى. الو، ايوه استاذ احمد، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم. الو، مصطفى مع حضرتك يا فندم، اتفضل. الو، انت عايز استاذ احمد؟ ايوه استاذ، معاك. عايز استاذ احمد جمعه؟ استاذ احمد جمعه معاك اهو، اتفضل استاذ احمد. اتفضل. اتفضل يا فندم. بص حضرتك، انا دلوقتي عندي 4 اطفال. تمام. من ضمنهم واحد معاق. وطي التلفزيون مع جوزي. سلمى بيسرب. سلمى وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون يا سلمى بعد اذنك. وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. طيب تمام، اتفضلي. معاك الدكتور احمد جمعه، اتفضلي. ماشي يا استاذ مصطفى. دلوقتي حضرتك انا كان مع حضرتك ان انا كان معايا عندي 4 اطفال، كان الاول في مشاكل على المصاريف. تمام. بعد كده راح اللي حصل اللي هو فضل ما يصرفش، فقيت اتدين من الناس اللي حواليا وما مشيش من الشقه برضو، عشان بيقول ان انا كل شويه بتحصل مشكله بمشي، عشان هو بيعرف بنات تانيين وستات تانيين غيري، فبيبقى في مشاكل وكمان على المصاريف يعني. تمام. سؤالك هو ده، هو ده سؤالك يا سلمى؟ انا كنت عاوز اعرف الراي ايه دلوقتي. هو جه ضربني ومشاني، لا جه ضربني، رجعت بقى الشقه تاني بعد ما رفعت عملت عليه تسويه ورفعت نفقه، راح جه بعد كده قال لي لا تعالي وانا هدفع المصاريف ومعلش، وتنزلي اتنزلت عن ال6 شهور اللي هم فاتوا اللي هم ما صرفهمش خالص، وقال لي لا احنا هنبتدي من جديد. ابتديت معاه من جديد، وكان وهو اصلا مصاريف العلاج بتاعت ابنه دي عنده كهرباء وعنده اوتيزم، وكل المصاريف دي كلها هو كلها قال مش هيدفع منها اي حاجه ولا حتى الولاد، وكان في اوقات مدرسه كمان بنتي الكبيره في مدرسه، بقيت انا متشحطه بيها، انا من القاهره وهو من الجيزه، بقيت متشحطه بيها من القاهره للجيزه، وبعد كده رجعت له، واما رجعت له راح برده تاني ضربني بسبب برده المصاريف، وعاوز بنتي، وكان قايل عاوز بنتي تيجي ومش هخليها تروح المدرسه تاني، وبقول لي مش هخليكي كمان تشوفيها تاني، وضربني وبعد كده راح مشاني من الشقه تاني، وقال مصاريف برده مش هيدفع. فهو دلوقتي الشرع، دلوقتي انا المفروض كده انا اعمل ايه؟ شرعا اعمل انا ايه تاني؟ وقانونا المفروض انا يعني المفروض ايه الاجراءات اللي انا اخدها؟
طيب ماشي. اسمعينا يا سلمى، هيكون معاك الرد الديني من الدكتور احمد جمعه، وايضا الرد الشك القانوني من الاستاذ ايمن مطر. اتفضل استاذ احمد. انا بس كنت عايز اسال الاستاذه سلمى، هل هناك احد نستطيع ان نصل اليه يعني خلف هذا الرجل؟ اذا كان بامكانها او بامكان يعني والدها او يعني احد اقاربها من له صوله وكلمة في هذه المسألة، فهو يرجع بذلك لمن له اليد الطولة على هذا الرجل. أما إذ لم يستطع أنه يوقف هذا الرجل، لا سيما وأننا ننظر إلى هذا الرجل وإلى قولها أنها تقول يا له علاقة بنساء. طيب يا فندم انت ما سمعتش رايه برضه، انت حضرتك حكمت دلوقتي بناء على كلامه. نعم. ممكن يكون هو ما فيش اي حاجه، ممكن تكون ظنون. يعني حضرتك دلوقتي احنا واصلين لمرحله شك غير طبيعي ما بين الزوجين. انا بسبب الواتساب والفيسبوك والزوجه لازم تطلع على موبايل جوزها ولازم تشوف موبايله والكلام ده، موال تاني ده، ودي حلقات تانيه. الان انا لا احكم على الزوج، لكنني لازم نسمع راي الزوج. لكنني الان اجيب حسب ما سمعت، يعني الاجابه بتكون ليست قاطعة، لكن أنا بقول الآن إذا كان الحال كما هو أو كما السائلة تقول يعني بصدقها، فلا بد وأن ننظر إلى من له الكلمة على هذا الرجل حتى لا نفرغ هذا الشمل، لأنها لو ذهبت بذلك إلى مسألة القانون كما ذهبت مرة أخرى فهي بذلك تعمل على تفرقة الأسرة، لكن الدين يعمل على لم شمل الأسرة ولا يعمل على تفرقة الأسرة. يعني على كلام مولانا الشيخ اللي هو فعلا الشرع، وبيتكلم في الشرع إن احنا لازم نشوف حكم من أهلي وحكم من أهلي. بس هي بتقول لك حضرتك بعد قطع كلامك أستاذ أيمن، هي بتقول انا رحت عملت ولايه اطفال، يعني راحت محكمه واكيد رفعت اكيد نفقه بناء على النفقه ده للولايه، على الشق الاجتماعي والديني. يعني انا بتكلم على الشق القانوني دلوقتي، هل يجوز؟ حاضر. انا ما هو الشق القانوني ما بينفصلش عن الشق الاجتماعي. النهارده المشكله ان المجتمع بتسوده فكره الانانيه، ما بقاش فيه كبير عشان نرجع له بالظبط، ما بقاش فيه حد فاضل، حد الحياه وطحنها والازمات الاقتصاديه اللي بتعم العالم كله خلت كل الناس ما فيش حد فاضل، حد ما بقاش في حد كبير، ما فيش كبير النهارده غير الحكومه وولي الامر. فهي زي ما التجأت لولي الامر ورفعت قضيه، ترجع تاني ترفع قضيه وتطالب بحقها من الحاكم، وده شيء امر مشروع وليس عليه لوم. هي بقى ضحك عليها وخلاها تتنازل، دي مشكلتها هي. وبعدين احنا بنتكلم على فرض صدق كلامها. احنا قلنا ان القانون ده مجرد اداه لتحقيق العداله، لكن ما هواش هو مفتاح سحري او مصباح سحري لتحقيق العداله، لان ممكن القانون يتلاعب بيه. ونصوص القانون زي ما قلت سعادتك، نصوص القانون هي فسحة الزوجه، ولكن اليات تفعيل هذا القانون قد يتلاعب بالزوج بالزوجه ويجعل من التقاضي مشقه رهيبه جدا. فاحنا هي مساله ترجع الى ضمير الانسان وحب الانسان. وبعدين واحد هنيجي نقول له حن على اولادك، مفيش، دي فطره، هو نزع الفطره الانسانيه من جواه، مفيش ولا قانون ولا اي حاجه هتخليه يعطف على اولاده غير بسلطان القانون لما يلاقي نفسه محبوس. وحضرتك قلت في البدايه يا استاذ ايمن ان في بعض التلاعب بالقانون يخليها تشك، يعني تخلي الزوجه في عانه، في حالة عناء ومشقة للوصول لحقها. طب ايه علاجها دي؟ طب ما انت كده حضرتك علاجها إيه؟ علاجها هو القانون، هو دلوقتي ما بيصرفش تمام وهي بتعاني. ايوه. طب ايه الحل؟ العلاج نصوص قانونية عادلة يجتمع جميع الاطراف بما فيهم المؤسسة الدينية. انت استاذ ايمن اتكلمت فيها قبل كده؟ اتكلمنا مئات المرات وبقالنا يعني كذا سنة بنتكلم في الموضوع ده وبنطالب ده. كل جهة بتطلع بقانون بتفتكر ان هو القانون الامثل من وجهة نظرها. حتى المؤسسة الدينية وهي المؤسسة الجليلة مؤسسة الأزهر حينما يعني طرحت مشروع القانون، احنا كقانونيين بغض النظر ان هي مؤسسة دينية احنا بنحترمها وبنجلها وهي فوق راسنا، بس لما تيجي تشرع قانون لازم رأي القانونيين والناس اللي ايديها في النار اللي عايشة في هذه المأساة. كل يوم احنا بنشوف المحاكم مآسي ما بين زوج ظالم وبين زوجة ظالمة،
والاغلب لمعلومات سعادتك والمفاجاه ان الزوجه هي اللي تكون اظلم من الزوج في اكثر الاحوال. ده فعلا ده حقيقي اتفق معاك فيه. لكن قبل اسمح لي بس بكلمه، هو سعادته بيتهم تقصير المؤسسات الدينيه. لا ما بس دينية. لا 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 ليس هناك تقصير. بص حضرتك هو ما بيقولش هناك تقصير. لا 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 الحق جل وعلا حينما الاثنين يتكاتفوا مع بعض. الحق جل وعلا حينما الحق جل وعلا حينما امر نبيه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال له يا ايها النبي بل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا كنت تخاف من الناس والله يعصمك من الناس. وإذا خير رسول الله بين أمرين اختار أيسرهما. لكن أنا هنا إحنا ما فيش نص اللي أنا بقوله حضرتك يخالف الشريعة الإسلامية ولا طعن في المؤسسة الدينية، بالعكس ده إحنا بنجلها ونحترمها، وعايز مشروع الأزهر هو المشروع الناجح، المشروع اللي يكون هو المهيمن والمسيطر على قانون الأسرة لأنه مستمد من الدين، لكن ليكون له مفهوم اجتماعي ومنظور اجتماعي. إحنا أنا قلنا حاجة غلط يعني. لا 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 لا, 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 لا. أنا بس كنت حابب إن أنا أؤكد على أن رجال الدين والمؤسسة الكبيرة في مصر ليست يعني مؤسسة متهونة، دي هذه نقطة. العفو. النقطة الثانية النقطة ليست مقصرة. أنا ما قلتش ليست مقصرة. بالعكس ليست مقصرة ولا رجال الدين مقصرين. مش نخرج بره عندهم تقصير، دي حاجة. النقطة الثانية نقطة ثانية يا دكتور نحن نعلم دعني بس يعني عايزين نتكلم انتهي من كلمتي يعني في موضوع انتهي من كلمتي. أستاذ أيمن كان بيطرح إن رجال الدين لازم يكون داعمين ليهم في ان هم يحاولوا يغيروا يوصلوا القانون يحل المشكلة دي. نحن الآن نعلم جهد وزارة الأوقاف جهد ملموس على أرض الواقع في الدفاع وفي تنوير الناس وفي أخذ بخطاب الناس. جهد ملموس أنا آسف أنا لا بسأل حضرتك سؤال زي ده. جهد ملموس إيه زيادة نسبة الطلاق لحد الآن؟ زيادة نسبة الطلاق يا فندم يعني لو جهد ملموس وواصل فعلا والناس بتشتغل وبتجتهد إن هي تحاول توصل لحل هذه المشكلة اللي ابتدت بقت بنسبة كبيرة جدا في مجتمعنا العربي وبقت نسبة كبيرة جدا في المجتمع الإسلامي كله عامة. نعم. ازاي بقى يعني ده ملموس؟ الازهر الشريف هو منبع كل حاجه يعني. تمام تمام تمام. فاحنا عايزين ليس نشتغل مش بالكلام، بالفعل. لا, لا فعل فعل الارض الواقع. وهذا فضل ممكن اسرد لحضرتك اكثر من دليل على ارض الواقع ان رجال الدين ليس عندهم تقصير نهائي في اي شيء. يعني الان نجد يعني ادخل الان على موقع وزاره الاوقاف وانظر الى هذا الجهد الجبار الذي تقوم به الوزاره وغيرت وبدلت الوزاره، غيرت يعني مفاهيم كثيرة كانت مغلوطة في المجتمع واستطاعت أن تأخذ بخطاب الناس إلى الطريق الصواب واستطاعت أن توصل أن تصل إلى الرجل العامي لكي توضح له بالزبط. هذه المفاهيم التي كانت مغلوطة لتصحح له المسار وتصحح له. أنا عايز بس أقول لمعاليك كلمة. فضل. الأزهر والمؤسسة الدينية دول إحنا بنستمد قوتنا وديننا منهم. No. لكن أي قانون مهما كان هو قانون، هو عمل بشري وليس قانون منزل من فوق سبع سماوات. No. هو قانون وضعي وضعه رجال دين إنه القانون وضعه، فعليه بعض الملاحظات أنه قانون وضعي حينما توجد مصلحة الناس فسمى شرع الله. أنا بقول أنا كل يوم بعاني من زوج ظالم أو زوجة ظالمة، مش عارف أعمل التوازن كمحامي أو كمتقاضي ما بين ظلم الرجل أو ظلم الزوجة. الاثنين ممكن يظلموا بعض. عايز أجيب حق الطرف المظلوم أيا ما كان صورته. وبنقول لما نحط القانون ما بس ما بيبقاش مستمد، مش هي نصوص بننقلها وخلاص، لا احنا عايزين نشوف شرع الله. وانا اعرف ان احد الائمه الكبار لما كان في العراق افتى بشيء ولما جه مصر افتى بشيء اخر. خلينا حسب طبيعه خلينا استاذ ايمن، هذا كانت لها اسباب بعد اذن حضرتك. هي دي الاسباب اللي خلينا بس نستقبل اتصالنا. معانا ليلى من القاهره. الو الو ليلى. طيب الاء من القاهره. الو الو سامعني؟ تمام. ازيك يا الاء؟ الحمد لله. انا كان عندي بس سؤال. اتفضل. كنت عايز اخد رايه في حاجه. اتفضلي يا فندم. هو انا متجوزه بقالي 5 سنين تقريبا وبعدين جوزي كان بيعرف واحده وانا عرفته صدفه، يعني بعتت لي مسجات على الواتساب يعني ريكورد ما بينهم مكالمات. طبعا انا اتطلقت في الفتره دي وسبت البيت وما استحملتش خالص بضغط اهلي، يعني رجعت تاني.
بدأ يتعامل معايا بلطف جدا وبندم ان هو عمل كده. بس دلوقتي يعني الكلام ده تقريبا من سنة ونص، انا طبعا مش قادرة انسى يعني. خالص. معلش بعد اذنك، لا انت لسه راجعة من بعد 5 سنين طلاق صح كده؟ لا انا رجعت في نفس الشهر تقريبا، رجعت في نفس يعني الشهر اللي حصل ضغطوا فيه عليا. المشكلة. انا متجوزة بقالي 5 سنين تمام، وانا حامل. هو كان بيعرف البنت دي تقريبا بيعرفها 2 ونص يعني، تمام. فهي تقريبا يعني عايزه تنهي العلاقه او عايزه العلاقه تتطور بجواز او حاجه، فبدات تبعت لي مسدات لمكالمات ما بينهم وكده، تمام. وان هما بيتقابلوا بيخرجوا وبيسهروا مع بعض وكلام من ده. فطبعا انا لما عرفت ما تقبلتش الوضع عليا، فسبت البيت وطلبت الطلاق، وهو فعلا اصلا ما قصرش يعني الصراحه، طلقني. اهلي طبعا ضغطوا طلقك وهو رجع وادالك ندمان حقوقك كامله يا آلاء؟ ايه؟ ادالك حليته المشكله يعني بشكل ودي وخدت حقوقك كامله واتطلقت صح كده؟ تمام اتفضل. بس رجعت تاني بس ان هو ندمان ومش هيتكرر منه الكلام ده. هو يعني قال لي انا غلطان ومش عارف عملت كده ازاي الكلام ده كله. ورجعنا تاني. بس دلوقتي الموضوع برضو انا ما عرفش، نفسيا بقيت يعني بحس دايما منه التأثير. دايما يعني ما اعرف تأثير من دايما اتجاه ايه يا آلاء؟ ان معلش، واحد يتجوز تاني. تأثير من اتجاه ايه؟ معلش ايه تأثير من اتجاه ايه؟ من ان هو كان بيخوني كل ما يعني كل ما بفتكر حاسه تأثير اللي يعني حصل نفسي يعني. نفسيا بتوتر جامد قوي ومش قادره يعني مش قادره اكمل. ما اعرفش ليه. تمام ماشي ماشي، كنت شكرا. عايزه اعرف. وبعدين كتير برضو انا يعني عايزه اعرف رأي الشيخ في الكلام ده. هو تمام، من حق الدكتور الراجل احمد ان هو جمعه. يقعد يبص للستات كتير يعني، دايما واحنا خارجين او في اي مكان بلاقيه مركز قوي مع اي واحده معديه او اي يعني ما اعرفش. الموضوع ده بيضايقني جدا ودايما الموضوع بيوترني جدا يعني. تمام، شكرا شكرا يا آلاء. دكتور احمد جمعه يرد عليك دلوقتي حالا. اكيد انت سمعت الكلام كله. اكيد اكيد طبعا. برضو التواصل الاجتماعي قلت لك هو سبب عامل اساسي في زياده نسبه ما هو ده للاسف الشديد. احنا يعني خدنا التكنولوجيا او الوسائل التواصل الاجتماعيه اخذناها يعني على غير المحمل الصحيح للاسف، او ان شئت فقل الفئه من الناس اتخذت هذه الوسائل لاشياء اخرى او تمام. لغير محلها. تمام. لكن انا بس اوجه رسالتي للاستاذه آلاء واقول لها اذا كان يعني هو يعني ندم على فعلته او على فعله وعزم عزما اكيدا على الا يعود، فالحق جل وعلا يقبل التوبه. وانا اقول للاستاذه آلاء انها فمن عفا واصلح فاجره على الله. وهو راجل اخطا وعرف غلطته وبالتالي رجع، ولما هي طلبت منه الطلاق هو ما تاخرش لانه عرف حقوقها يعني. لانه عرف ان هو هنا ايه غلطان. اخطا. ففي هذه اللحظه افاق من ايه؟ من الغلط، افاق من خطئه. تمام. فاعطاها حقوقها ايه كامله، ما تاخرش عنها في شيء. دي نقطه. النقطه الثانيه انا يعني هذه رساله عايز اقول لحضرتك ان هم لما رجعوا تاني برضو هي ابتدت ايه تقلق، فيه لانه في حاجه قديمه يعني بتعول. عشان كده قلت لها فمن عفا واصلح فاجره على الله. هو الراجل تاب، ولكن تسال نفسها سؤال واحد بس. تمام. ايه اللي مخلي زوجها دايما ينظر للنساء ودايما هكذا؟ ليه؟ هل هو هذا الزوج ياخذ حقوقه كامله ام هناك يعني دواعي دعته لان يفعل كده؟ كتب لحضرتك. فاذا كانت كل امراه تحرص في بيتها على ان ياخذ زوجها حقه كاملا، ثقي تماما كل الثقه انه بيكون بذلك غني عن ان ينظر الى امراه اخرى. والعكس صحيح برضه. والعكس صحيح. والعكس صحيح. والعكس صحيح. تمام. معنا وائل من الجيزه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا وائل؟ ازيك يا باشا؟ وائل جلال معاك. انا زوجتي لسه متكلمه من شويه بس انا ما لحقتهاش بصراحه. لحقتها في الاخر. زوجتك مين يا فندم؟ سلمى. تمام. تمام. سلمى سمير. لسه متكلمه مع حضرتك بس انا ما لحقتش المكالمه بصراحه. تمام يا فندم، اتفضل. هي قالت على الهواء مباشره ان حضرتك ما بتصرفش في في في, في البيت واسأت المعامله ليها والكلام ده كله. اتفضل يا استاذ وائل. الو. تمام يا باشا. دلوقتي انا بس بحيي الناس اللي معاك وبقول لهم مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك، اتفضل يا فندم.
حضرتك انا عاوز اسال سؤال واحد بس. اتفضل. لما تكون بتتعامل لما تكون زوجتك تكون عايشه معاك وترفع عليك حاجه اسمها ولايه تعليميه وتروح تعمل نفقه من وراك، ده ما بيعتبرش خيانه؟ لا طبعا. لما الزوج يعرف ان مراته اللي عايشه معاه. طب رد ثواني يا استاذ وائل بعد اذنك. يا استاذ ما هيش اسمع خيانة. استاذ ايمن محفوظ بيرد. عايزين نغير المفاهيم. انا هكلمك من منطلق قانوني بحت يعني. وطي التلفزيون يا وائل لو سمحت. اتفضل. هي استخدمت حقها، لو كنت حضرتك بيديها كل حقوقها ما كانتش التجأت للقاضي اللي هو شخص غريب عشان تشتكي. ولا التعليميه دي بتدور على مصالح اولادها اللي حضرتك اكيد مقصر فيهم عشان تقلهم بمدارس احسن او تباشر مهمها التعليميه معاهم. طب خلينا نسمع وجهه يعني حاجه عاديه يعني. خلينا نسمع وجهه نظر وائل. اتفضل يا وائل قول كمل كلامك. اتفضل يا فندم. انت معايا؟ هتكلم ولا ايه؟ اتفضل يا فندم. اتفضل. مع احترامي للضيف حضرتك، انت بتحكم على اني اساس حضرتك ان انا ما بصرفش على عيالي. هي اللي بتقول احنا بنقول ان صدقت. انت لو كنت متابع الحلقه قلنا ان كانت هي صادقه في كلامها. حضرتك لما زوجتك، حضرتك باحترامي لسيادتك يعني، لما زوجتك تكون عاوزاك تصرف عليها وهي عند والدتها. والدتها ووالدها اللي بيساعدوها على كده. لما زوجتك تبقى عايشه معاك 12 13 سنه ما عاشتش زيتها سنه كامله متواصله. لما ولادك يجوا متغيرين سامعين عنك كلام ويجوا ولادك يتعاملوا معاك معامله غير طبيعيه كانك انت بالظبط عدو ليه. لما الولاد الصغيرين يسمعوا الكلام ده على ابوهم ده اصلا ينفع في الشارع وفي الدين. وبعدين بالنسبه للمصاريف مين قال انا ما بصرفش؟ وبعدين بالنسبه للولايه انا ما بروحش مدرسه، ما تقول لي انا عملت ولايه، ما تقول لي انا عملت ولايه انت ما بتروحش، انا اروح اعملها، ما تقول، ليه ما تقولش؟ ليه تسيبني ان انا اعرف من لوحدي؟ ليه؟ دي حاجه، الحاجه الثانيه فين العيش اصلا؟ فين هي اصلا العيش؟ هي مشكلتها كلها في المصاريف؟ مين قال ان في مشكله في المصاريف؟ عايز افهم يعني. هي اللي قالت كده، احنا بنسمع منها. بس حضرتك عندها بنت عندها 14 سنه كبرت لوحديها يعني ولا ايه؟ عندها اربع عيال بياكلوا وشربوا منين؟ وبعدين لما يبقى في مشكله المفروض الست تقعد في البيت تحل مشكلتها بنفسها. وبعدين انت ما عندكش حد ترجع له اصلا. يعني لما تطلع تتكلم على الملأ العام كده ما تيجي تتكلم معايا انا اصلا. ما تيجي تتكلم معايا وتحل معايا زي الناس المحترمه بتحل. بلاش هي اي حد من عندها. لكن ما فيش. تعالى فين الاب؟ فين الام؟ تعالى حد يجي يقعد يتكلم كده ويقول لي واحد اثنين ثلاثه ونشوف انا ليا ايه وعليا ايه؟ ولا هو كله على الراجل؟ ما بقاش في كبير خلاص. للاسف الشديد. يعني هو كل حاجه تبقى على راسها بس الست لو غلطت فين حق الراجل؟ مين اللي يجيبه له؟ عايز افهم يعني. في شرع يمين يقول ان الراجل يعيش لوحده. في شرع يمين يقول ان الست تتجوز وتخلف اربعه وتقعد عند امها بالسنه. وعاوزه فلوسها تجيلها هناك يا اما ترفع قضيه. مش فاهم. هو لو في مشكله وقعدت في بيتها ما اتحركتش منها. وتحل هي لو مشيتش من بيتها وكان في مشكله وما قامتش مشيت من بيتها المشكله هتتحل. سواء عن طريق اهلها او عن طريق اهلي او عن طريق زي ما اتفضل الشيخ وقال حد كبير يحل المشكله بين الاثنين، لكن مفيش مواجهه. مفيش مواجهه، المواجهه بالنسبه لهم ان انا ارفع قضيه، اروح ارفع نفقه او الى هذا ده. طب انا مش فاهم برضه، طب خلاص البنت رفعت نفقه ادفع لما المحكمه تحكم، ولا ادفع دلوقتي وادفع لما المحكمه تحكم؟ ما هو عاوزين حل برضه، انت ما تهدمش حق الزوج. لا انا مع الزوج. لا استاذ ايمن مع الزوج اصلا. استاذ ايمن مع الزوج. مفيش راجل في الدنيا كلها، مفيش راجل في الدنيا كلها بيفتري على اولاده. حضرتك بتقول هو لو ما حنش على اولاده يبقى اتشالت الرحمه من قلبه. مين قال لحضرتك؟ مين قال لك انا ما بتعذبش ان اولادي اصلا ما بيتربوش تحت عينيا وعلى طريقتي؟ انا مختلف على طريقتهم، مختلف على طريقه تربيتهم، وهي عارفه ده كويس. تاخدهم وتروح تقعد هناك واضرب دماغك في الحيط واصرف، لا اما هرفع عليك وهتصرف. طب خلاص انا طيب. بكل بساطه شيل انت الليله الاربعه ولادي هصرف عليهم، بس لما المحكمه تحكم بقى هصرف. وحد قال انا مش هصرف مش هتحبس يوم ولا دقيقه. بتوجه لحضرتك بالشكر يا استاذ وائل. بتوجه لحضرتك بالشكر. يعني خلينا ارجع لحضرتك يا استاذ ايمن. انت طبعا مع الرجل قلبا وقالبا. لا لا مش مع الرجل انا مع ليه غيرت كلامك؟ لا مش مع الرجل قلبا وقالبا. انت مع الحق. لا انا مع الحق تمام. لأن بس احنا انت مش عايزين نصدر للناس. طب خليني اسالك، الرجل هو اللي ظالم على طول. بالظبط. اصعب حالات طلاق قابلتك واجهتك؟ اصعب حاله طلاق واحده رفع قضيه خلع او واحد رفع قضيه خلع؟ لا يعني بدل ما نقول اصعب حاله طلاق اصعب يعني احنا نقول اصعب وقع الطلاق انا شفتها قريب جت من المكتب. تمام. للاسف الشديد ان الزوجه زوجها التجأ للمخدرات فاصبح انسان ميت في هيئه انسان المخدرات عايش على الارض. برضو نقطه كبيره. هو بقى ميت بس ماشي على رجليه. تمام. فهي خلاص ما قدرتش تعيش، مش قادر لا يصرف على البيت ولا يمارس حقوقه الزوجيه ولا يقدر يحميها إن لو حد عاكسها. ما بقى
راجل كده عايش وخلاص. تمام. فتم اتفاق على الطلاق وان هو يعيش عند اهلها وهي تعيش لوحدها في بيتها، وحرموا على بعض ان هم حتى اللقاء. فده طلاق بالاتفاق. هيجي بقى يطلع لنا الموضوع دوت بقى، طب لو الراجل ده مات هل يحق للزوجه دي تورثه؟ مع ان هم متفقين على الطلاق وكل الناس عارفه هتورثه. لان في اشكاليه هنا كبيره، هي اشكاليه الطلاق الشفوي اللي سيادة الرئيس اللي على هرم السلطة في مصر طالب ان الطلاق الشفوي لا يقع. يعني وجهة نظر احنا بنقدرها ونحترمها. الطلاق الشفوي لا يقع. واللي بيطالب بذلك بالهيئة الدينية. والهيئة الدينية رفضت ان الطلاق الشفوي وقالت الطلاق الشفوي. هل الاسلام، هل بس سؤال لمولانا، هل الاسلام قال ان البيت يتخرب بمجرد لفظ، ولا كان هذا اللفظ سابقا ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كان هو مصدر التوثيق بدليل ان في 2 شهود على انا عايز رد على السؤال ده يا استاذ احمد. نعم. بعد اذنك. نعم. اتفضل. نعم. لان فعلا حالات الطلاق الشفوي كتيره جدا، كل شويه راجل ممكن يقول لمراته روحي انت طالق. مش هي كده مطلقه بالدين؟ احنا عايزين نعرف. ورغم كده بالقانون هي مش مطلقته، هي زوجته. هذه المساله، مساله الطلاق الشفوي، حكم فيها ويعني تكلم فيها هيئة كبار العلماء وفصلوا في هذه المسألة. أنا طبعا كل الهيئة الدينية لا تتكلم من فراغ، إنما تتكلم بناء عن نصوص وعن تأصيل شرعي. هذه الواقعة أو هذا الحدث، مسألة الطلاق الشفهي الذي أخذ يعني يملأ جنبات الأرض في بلادنا، وتحدث عنه القاصية والداني في هذه المسألة، وخاض فيه من خاض، وتكلم فيه يعني من تكلم، حتى يعني غير المتخصصين تكلموا في هذه المسألة. لكنني حينما خرجت علينا هيئة كبار العلماء وتكلمت في هذه المسألة فحسمت المسألة. هل هناك نص يا مولانا بيمنع توثيق الطلاق في وثيقة رسمية؟ هل في نص في القرآن أو في السنة أو في الإجماع وحتى في القياس يمنع توثيق الزواج؟ وإحنا النهاردة يعني في إطار في عدم ناس ما بقاش عندها ضمير وبقى في فساد في الزمن، أنت شايف أن الرجل ده أوقع هذا الطلاق على تلك المرأة والقانون يورثه وأنت قاعد ما بتقولش حاجة؟ بتقول ها وقع الطلاق ولكن القانون يورثه. هل ده شرع ربنا؟ هل ده تطبيق لشرع ربنا؟ ما احترمنا للهيئة الدينية، أنا كلامها على دماغنا، بس احنا بنقول في نصوص تانية بتأكد هذا الكلام. في نص في القرآن بيقول إذا دينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. في أكبر من الدين إن يقول إن الرجل إن أنه طلق زوجته وخرجت من عصمته، ولا يعني أنا أعمل إيه؟ قول لي الرجل طلق طلاق شفهي والزوجة تعمل اسمح إيه؟ اسمح لي حضرتك أنك تستشهد بآية أو بنص في غير محله. ما أنا مش رجل دين، أنا مش رجل دين يا مولانا. أنا عايز، أنا رجل نسمع وجهة نظر، عايز استرخدت وصلت. طيب نسمع وجهة نظر دكتور أحمد جمعة. يعني سأبين لك ما تريد. ماشي. هذه الآية لها واقعة، يعني ما ينفعش نعمل مسألة قياس حتى عليها. خلي بال حضرتك، لأن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. دي, دي 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 قصة، مسألة تانية. لكن إحنا بنتكلم عن مسألة وقوع الطلاق الشفهي. هذه المسألة، هل يعني عندك الآن حضرتك شك في اجتماع وقرار هيئة كبار العلماء؟ بالمناسبة يعني أنا أدعو حضرتك أن تنظر في هذه الهيئة العملاقة الكبيرة الموقرة، أن تنظر في يعني تخصصات هؤلاء، ستجد هذه أو هؤلاء عندهم تخصصات يعني عميقة جدا، ولا يتكلمون يعني كل ما تتحدث عنه مر عليهم. خلي بال حضرتك لما يعني ننظر ونجد في هيئة كبار العلماء فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، وده أستاذ الجميع. تمام. وأستاذي. تمام. فما تجد على رأس هؤلاء يعني هذه الكوكبة حينما تكلموا أن الطلاق الشفهي يقع. يقع الطلاق الشفهي. طب قانونا لا يقع. طب قانونا لا يقع. القانون ينظر إلى التوثيق. لا يعتمد القانون إلا بورقته. خدت بال حضرتك لما الطلاق الشفهي ده يقع الأول، هو يعني نرجع يعني يعني القرون الأولى وننظر إلى يعني بداية مطلع الإسلام. كان المسألة إيه؟
المسألة كان الطلاق لا يحتاج إلى توثيق، بل الزواج لا يحتاج لتوثيق. كمان خلي بال حضرتك فالتمس ختم الشهود انظر يعني 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 ترويجا كان نوع من انواع التوثيق. هو كان الناس عندها ايه ذمم عاليه خلاص تمام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه التمس خاتما ولو من حديد. خدت بال حضرتك؟ فلما خربت الذمم اصبحنا الان نحتاج الى هذه الموثقات اللي هو القانون بيعتمد عليها. ايوه خدت بال حضرتك؟ انا هريحك. طيب ما تريح. لكن 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 حينما يدين الانسان بدين الاسلام حينما يدين الانسان بدين الاسلام ويقول بانني مسلم فلا بد ان ينطبق عليه كل ما ينص عليه الاسلام. تمام خدت بال حضرتك؟ فالتلاعب في حد من حدود الله هنا عليه إثم. هل هناك نص يمنع التوثيق يا مولانا؟ ما هل هناك التوثيق. ما نص يمنع التوثيق؟ لا المسألة هنا مش مسألة توثيق. أمال إيه؟ المسألة هنا إن مسألة إن هذه القضية لو إحنا قلنا دلوقتي حاليا إنه لابد من توثيق الزوج إذا طلق زوجته خدت بال حضرتك؟ أيوة. لابد من توثيق هذه المسألة فتصبح بذلك المسألة حبل على الغارب. يعني إيه؟ لا حدود لها. إزاي يعني؟ حضرتك يعني بالكلمة أهد البيت بكلمة وإنت حضرتك تعتبر إن هي مطلقة والتوثيق ان يروح عند موظف مختص او للجهه الاداريه ويكتب اقرار ان هو طلق زوجته وامام شهود ويوثق ذلك هو ده اللي بقى سهل. احنا هنا لما يجي احد رائحه الرجال ويقول بانني مثلا طلقت زوجتي تمام، هل الشرع يوقع الطلاق عليه جمله واحده ولا بينظر في حتى في العامل النفسي لهذا المطلق؟ فإذا قال هذا الرجل الذي طلق بأنه طلق في حالة غضب فهنا الشرع يتجاوز على هذه المسألة. مين اللي قال الكلام ده؟ احنا اللي بنعمل ايه؟ ده احنا معلش لو هو المجتمع يبقى لازم بقى بعد ما يهدى والغضب يروح من عنده يجي يوثق هذا الطلاق. احنا هنهد البيوت عشان خاطر الكلمة في هذه الحالة لا يقع الطلاق. طب انا اسألك سؤال تاني بمفهوم تاني بعد اذنك. اتفضل. شخص ما بيقول ان هو مسلم وبيقول اشهد ان لا اله الا الله وما طلعلوش هويه مش مسلم؟ مسلم مسلم لكن لما يطلع له هويه مش تؤكد هذه الهويه اسلامه؟ نعم. او هذه جنسيته؟ نعم. انتوا ليه بتدوروا على يعني امور عفى عليها الزمن وليست من شرع الله؟ انا شايف كده. لا 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 مصممين عليها ليه؟ ازاي هتوصل لنا المفاسد؟ انا مش بطعم في هل تظن ولا بتغول عليها؟ انا بوصل صرختي لحضرتك الان. حضرتك الان وصرخات ناس كتير. لا 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 حضرتك الان بتتكلم عن نص شرعي. ده انت حضرتك تعديت من لا. انا عايز نص الشرع يقول ان الزواج يقع بالطلاق الشفوي ولا يقع بالتوصيل. استاذ ايمن ملخص كلامك عايز توجه بكلمه قولها عشان معانا وقت قليل. الطلاق بالنسبه للطلاق الشفوي الطلاق اعتقد ان شرع الله هو مصلحه الناس وحينما تكون مصلحه الناس فسمت شرع الله. تمام. انا عارف ان الطلاق قد يقع ماشي تمام. بس هو يقول ايه الطلاق الشفوي قد يقع اذا ثبت ذلك وتقدر تثبت اقر الزوج بذلك اذا اقر الزوج بذلك. انا اعرف منين الرجل الاجنبي او الرجل الذي يوزع الميراث او اللي يوزع او الذي لا انت بتعرفش ان الزوج ليه على زوجته بعض الحقوق الاخرى زي مثلا انه قد يقتلها حين تلبسها بالزنا بالقانون. افرض كانت مطلقه طلاق شفوي وانت اعتبرت ان هي مطلقه وقتلها فالقانون هيبرئه هيدي له حكم بسيط. طب انتوا حضراتكم يعني مش شايفين ان في تضارب ما بين امكانيه ان الطلاق يكون موثق وبين القانون؟ يعني ولا ده هيبقى في مشكله للشرع حضرتك؟ مش هيعمل مشكله للشرع. شكرا لحضرتك. اتفضل يا استاذ احمد رد على كلام دكتور ايمن. هو بص حضرتك هي الـ ليست المساله كما يفهم البعض بانه طالما ان الرجل تلفظ بلفظه الطلاق فالطلاق يقع لا محاله. هنا لما ياتي رجل ويقول بانه كان في حاله مغيبه ولا يدري ما يقول فهل في هذه الحاله نقول له بهذا الطلاق يقع؟ افرض كذاب. لا طب افرض صاحب غايب ضمير. افرض كذاب وعديم الضمير يعود عليه. نقطه برضه ولا يعود عليه هو ولا يعود على الزوجه. يبقى الزوجه يبقى الاصل الورقه التوصيل. يبقى المساله هنا مساله يعني ذمه وضمير اكثر من شيء اخر. طب وانا مالي وانا انت قلت حضرتك وقررت ان في فساد في الذمم وفساد في الاخلاق. نفترض الامر ده يعود عليه هو. هذا الامر يعود على الشخص نفسه. ده طلب رئيس الجمهورية وقاله في مؤتمر علني
وقال ان ده وطالب المؤسسه الدينيه. انا عارف متفهم المؤسسه الدينيه عايزه تطبق شرع الله وهي نيتها كويسه ونيتها حسنه، احنا مش هنتغول على سلطتها الدينيه ولا نقول ان احنا بنفهم في الدين احسن منهم، احنا بنوصل ان ممكن يعني نوصل للمؤسسه الدينيه ان الطلاق الشفوي يعني ما هوش يعني ما هوش حل زي ما انت حضرتك بتقول، ده انت بتقول ده ممكن يراجع نفسه، ممكن انا غضبان انا كنت بكره. نعم. طب ده كلام. نعم. يعني نعم. ده كلام يفتح المفاسد كلها. لا مش يفتح المفاسد، ده يفتح كل المفاسد. المساله ذمه وضمير اكثر من شيء اخر. طب انا في حد عنده ضمير؟ نفترض بيقول لك الاسم الاسم يعود عليه، الاسم يعود عليه هو، يعود عليه هو. طب المجتمع والزوج اذا احب هو الزوجه اللي عرفت ان هو جوزها مطلقها وطلاق شفوي وطلاق وقع وهي عايزه تتزوج باخر، ولا احنا نحرمها بقى نفضل نخليها كالمعلقه يعني؟ لا 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 لا. اذا ثبتت هذا يعني استطعت يعني تثبت الكلام ده، وصعب انها تثبته، هي ممكن ترفع دعوه موضوعيه وممكن تثبت ده وممكن ما تقدرش تثبته. افرض ما عرفتش تثبته وصعب اثباته يعني، هتقول ان هو يعني هو قال لي بيني وبين ان انت طالق وانا بشهد عليه طبعا، وهتجيب شهود والشهود ممكن يكونوا قرايبها او ممكن يطعن في ذمتهم يعني او يطعن في نسبهم ليها يعني، كلام كتير يعني. اتيح للدكتور احمد جمعه الفرصه عشان يرد عشان يعني وقت الحلقه. اتفضل يا استاذ احمد. انا مع عليك. اتفضل. يعني حضرتك دلوقتي هو هذا الزوج يذهب الى مكان مختص ليوثق هذه الوثيقه. هذا في نظر القانون شيء امر قيم، وفي نظر الشرع امر قيم. تمام. بالمناسبة. تمام. لكن إذا كان هذا الرجل يعني يرفض أنه قال هذه الكلمة، تكلم بهذه الكلمة، فكيف يأتي يا سيد الفاضل؟ لا يأتي إلى هذه الجهة المختصة إلا إذا كان رجل صاحب ضمير. إلا إذا كان رجل صاحب ضمير. أما إذا كان هو ينكر أنه طلق هذه الزوجة، فكيف يذهب إلى الجهة المختصة؟ وفي طلقها طلاق، فكيف يذهب أي أصلاً للمرة الثالثة وهي مش هترضى ترجع له؟ كيف نعمل إيه؟ كيف نعيشها معاه؟ شفنا حالة دلوقتي حالياً يعني الزوجة يا فندم أساتذتنا يا مولانا الكريم، وإحنا بنوصل صوتنا ليكوا. طيب نعم. كلمة أخيرة يا أستاذ أيمن. أنا نفسي المؤسسة الدينية مع كل الاحترام والإجلال والتقدير تبص بعين الرحمه لحكايه الطلاق الشفوي دوت، وتصدر فتواها ان هو يوثق يعني حمايه لمصالح الناس وحمايه يعني الاخلاق في البلد، يعني ده شيء مهم جدا. تمام. يعني انت حضرتك من وجهه نظرك اتمنى يعني تبص لنا بعين العطف والرحمه، يعني من وجهه نظرك ان الطلاق الشفوي يا اما يوثق يا اما ما يتقاعد، ما يقعش اصلا. ده رايي. نعم. طيب اتفضل دكتور احمد، كلمه اخيره. لا بد وأننا ننزل على رأي هيئة كبار العلماء في قولها وفيما قالت. هذا أمر، والأمر الآخر لا بد وأن ينظر كل زوج في تجاه زوجته وأن يتقي الله فيها، وأن يعلم أنه غد أو بعد غد سيكون بين يدي الله وسيحاسب عن كل ما جرى، وإما أن يكون معاشرا لهذه الزوجة في حلال، وإما أن تكون هذه الزوجة محرمة عليه. ولا بد وأن يعي هذا الزوج أيضا أن الله عز وجل مراقبه عن يعني ها كل ما يتكلم به هو مؤاخذ به، يعني عن طريق يعني ما يسجل عليه من حسنات أو سيئات، فهو يتقي الله عز وجل في كل ما يقول، هذا في حق الزوج. والزوجة كذلك لا بد وأن تتقي الله عز وجل وأن تعرف ما عليها وما لها، كل منهما يعرف كل ما عليها. طبعا الدكتور أحمد جمعة أخيرة، المؤسسة الدينية سواء المسلمة أو المسيحية في مصر كانت بتصدر برضو بعض الفتاوى. شكراً. وقد ترجع فيها. إذا شكرا لنا حلقات كتير مع بعض يا استاذ ايمن. شكرا لحضرتك المحامي ايمن محفوظ. شكرا لحضرتك الدكتور احمد جمعه، شرفتوني ونورتوني. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه القادمه في برنامج خلاصه الكلام. كنتم معكم مصطفى كامل ودمتم في حفظ الله.